تعالوا نروح لأحد الأهالي، مش أنا عايز أحافظ على المصادر بتاعتنا وأحافظ على الناس، فهنقول أحد الأهالي معانا عبر الهاتف وليها أحد أقاربها معتقل بسجن المنيا. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم، قولي الرأي العام كله، سامعك أستاذ أشرف معانا في الاستوديو، واتكلمي على الهواء وقولي بلاغك على الهواء من المعاناة اللي بتشوفوها والمآسي اللي موجودة في لمان المنيا. والله هي المعاناة الأولانية اللي بنشوفها في سجن لمان المنيا، تفتيش السيدات أصلا تفتيش سيء جدا، حاطين واحدة كده اسمها أم إسلام، هي بتتعمد أصلا لما بتلاقيها سياسي إن هي تبهدلها. أيوه. ودايما عايزة تفتشنا تفتيش ذاتي، كذا مرة طلبنا منهم يجيبوا أجهزة ويحطوها علينا، وإحنا بنعدي على بوابات أصلا إلكترونية كتير. يعني دينا في الشعر والدبابيس بتصفر، مش ممكن هندخل بحاجة تانية أكتر يعني كده والجهاز مش هيصفر. نقول لها طب هاتي اجهزه حطيها علينا، تقول لك لا هو كده عامله لنا فيها دكتوره معرفش. يعني كل مره تعمل مع واحده مشكله فنعترض على الزيارات، تاخدنا وتدخلنا للضباط. الضابط يقول لك قرارات التفتيش اللي عندي، عاجبكم ادخلوا مش عاجبكم روحوا، مفيش زيارات. طب خليكي معايا كده، خليكي معايا، خليكي معايا يا استاذ اشرف. حضرتك سامع دي واحده ليها حد جوه لمان المنيا وبتقول لك اهو حط لنا واحده عامله فيها دكتوره، اللي هو ايه، يا تقلعهم يا تكرسهم يا تدخلهم للضباط بقى، وانت عارف لو دخلوا للضباط الضباط هيعملوا فيهم ايه؟ هو حقهم ايه يا استاذ اشرف الناس دي؟ والله بص حضرتك، هو لمان المنيا الجديده ده مكان يعني زي ما حضرتك قلت موجود للتعذيب. ايوه. يعني يكفي ان حضرتك تعرف ان اللي موجودين فيه بيتم تغريبهم من سجن برج العرب من اسكندريه ومن دمنهور. أيوه. شوف المسافه من اسكندريه الى القاهره ثم الى المنيا، هذه المسافه يتكبدها اهل المعتقل، ثم يعني مسافه السفر ثم أيه. ينتظروا في الشمس في حرقه الشمس او في البرد القارس من غير اي مظلات ولا اي حاجه، ثم تعرضوا للمعامله المهينه. ده انت حضرتك قلت لي بلاوي عن الموضوع ده، بس انا عايز حضرتك تكلم بقى الست نفسها، يعني الكاميرا بتاعت حضرتك اهي، قول لي الست تعمل ايه؟ تقدم بلاغ لمين؟ تتكلم مع الاصل هو يتقدم بلاغ للنائب العام او النيابه التابعه ليها السجن. من حق النائب العام او وكلاء النيابه مدير نيابه بدرجه مدير نيابه ان يتم الانتقال الى السجن وتفتيشه والتاكد من صحه البلاغ من عدمه. طيب حقه، ولكن هل بيتم ذلك ام لا؟ يعني دي يعني حاجه المفروض ان احنا نتخذ الاجراءات. يعني طيب انا هسال حضرتك، معلش حضرتك قمتوا ببلاغات مثلا وجهتوها للنيابه زي ما استاذ اشرف بيقول وتم التعامل معاها، ولا انتوا لسه ما عملتوش كده؟ لا احنا ما عملناش بلاغات ولا عملنا حاجه، بس يعني احنا هنعمل بلاغات فين اصلا ولمين؟ ما هو استاذ اشرف بيقول لحضرتك يعني اصلا مين لمين؟ بيقول لحضرتك وجهيها للنيابه، قولي للنيابه ان احنا بنروح عشان نزور اهلنا وده حقنا في الزياره. النيابه وهم اصلا يوم الزياره اللي فاتت مجردينهم هم من كل هدومهم ومن كل حاجتهم وكل متعلقاتهم الشخصيه، وحلق لهم بالعافيه ونزل لنا الزياره اصلا دماغتهم متعوره وفيها دم، هم المعطلين نفسهم. طيب معلش، طب هنعمل ايه؟ ماشي انا معاكي والله وضد كل اللي بيحصل له، بس هل احنا هنقف هجيب حضرتك على التليفون واجيب الاستاذ اشرف ونقول لا ده حرام واللي بيحصل ده، ولا نتحرك كمان تحرك لازم يبقى رسمي؟ احنا عايزين نتحرك حضرتك، قول لنا نتحرك فين واحنا نتحرك. استاذ اشرف يقول لحضرتك اتفضل. يتم تقديم بلاغات للنيابه العامه بالانتهاكات اللي موجوده على الاقل من باب توثيقها، ثم احنا بنتولى. ماشي حضرتك، النيابه العامه دي فين؟ لان احنا مش من القاهره. النيابه العامه التابع ليها السجن، التابع ليها السجن حضرتك، مش لازم القاهره. دي فين بقى؟ في المنيا. في المنيا. تمام. يعني بص هقول لحضرتك على حاجه، النيابه العامه دي ليها في كل بلد، يعني النيابه العامه مش لازم تكون في القاهره بس، ان في النيابه العامه في المنيا، والنيابه العامه في اسكندريه، والنيابه العامه في القاهره، في كل محافظه في نيابه عامه، وفي وكيل نائب عام بيبقى موجود. حضرتك بتكتبي البلاغ او اسالي محامي، اسالي محامي معلش، وهو عارف الكلام ده كويس جدا، وهيبدا يعمل لك البلاغ بالتفصيل، وتكتبوا اسم الست اللي عامله فيها دكتوره دي اسمها بالظبط كده، وبتعمل معاكوا ايه بالظبط، وهيتم على فكره وجود شيء ايجابي. انا بوعدك هيكون في شيء ايجابي لو النيابه اتحركت واستجابت للطلب ده، او تم سؤال الناس ديت. يا جماعه في شكاوي كتير بتيجي فيكوا ان انتوا بداتوا تبهدلوا الناس اللي جايه تزور المعتقلين. تمام؟
خلاص تمام، مفيش مشكلة، تمام. واحنا هنتابع مع حضرتك وبشكرك شكرا جزيلا، دايما كلمينا وهنتابع مع حضرتك، وان شاء الله ان شاء الله يكون في شيء ايجابي بيحصل بعد تقديم بلاغات كتير من حضرتك ومن غيرك الكتير اللي هم متبهدلين في لمان المنيا.